الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعد 1000 يوم، بعد 1000 يوم على ثورتنا أنحني إجلالا لكل فئات شعبنا الصابر، أخص منهم الشهداء وعوائلهم. بعد 1000 يوم لا يسعني إلا أن أكون فخورة بشعبي الذي أريد له أن يكسر، وأبى أن يكون شامخا، وأبى واختار أن لا يموت إلا وهو واقف مرفوع الهامة. قد لا أبالغ إن قلت أننا الشعب الأكثر مظلومية من بين الشعوب الثائرة، ولكن من المؤكد أننا نتحرك في سبيل الله ونيل كرامتنا، والله معنا ويهدينا كما وعدنا. يبقى لكل منا وانطلاقا من موقعه دورا ينبغي أن يؤديه من غير تقاعس أو كسل. ونحن الآن وصلنا إلى مرحلة بعد أن قدمنا تضحيات كثيرة وكبيرة لا يمكن معها التراجع، والله يقول لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونحن نؤمن بعدالة قضيتنا، فالله معنا، ولكن علينا أن نحسن قراءة الواقع والمتغيرات الإقليمية والدولية، وأن نكون دقيقين في قراراتنا وأكثر فاعلية في خطواتنا. يجب أن لا نسكت عن الظلم، وكحقوقية لن أتردد في القيام بما يمليه علي ضميري وتكليفي وواجبي الإنساني في الدفاع عن شعبي وحقوقه. ولكن النصر لا يأتي إلا بتكاتفنا جميعاً واتحادنا والقيام بأدوارنا من مختلف المواقع، ولا مجال للتراجع ولا مجال للتقاعس مهما طال بنا الزمان. علينا أن نعد العدة 1000 يوم آخرين، فإن كان لنا النصر قبل ذلك فحمدا لله، وإن تأخر إلى 1000 الثانية أو 1000الثالثة من أيام ثورتنا فنحن باقون ومستعدون لمواصلة نضالنا حتى تحقيق النصر واسترداد كافة حقوقنا. كحقوقية أنطلق في عملي من قول أمير المؤمنين عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وعلى السياسيين أن يكون منطلقهم هو شعار أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين: هيهات منا الذلة. وسأتشرف بعد أيام بزيارة إمامي الحسين عليه السلام، ولن أنساكم يا أشرف الناس، من الدعاء في البقعة التي يستجاب فيها الدعاء تحت قبة الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.